اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. احمد ثابت، ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله تمام. ازيك يا كيم؟ ازيك يا كابتن؟ الحمد لله يا كابتن. قبل بس ما نبدا البرنامج، وشايفكم جايبين سبوره النهارده وشغل جامد، احمد اللي جايبها ده احمر ولا اورنج؟ لا ده اسماعيلي الاصفر والاهلي الاحمر. فين الاحمر ده؟ انا مش شايف احمر اهو. ده احمر؟ تصدق باين احمر في هو ده اهم حاجه، يبقى انا احمر في التلفزيون. عموما ابدا بس معاكم النهارده، اعرف رايك في بعد اصابه امام عاشور اختيار احمد حسن كوكا كبديل لامام عاشور. طبعا احمد نبيل كوكا يعني لكل مجتهد النصيب. لكل مجتهد النصيب. يعني فعلا الكوره بتدي المجتهد، بتدي اللي هو بيديه، يعني طول ما انت بتجتهد وبتعمل اللي عليك حتى لو بتشتغل في صمت الكوره هتديك. وده اللي حصل مع احمد نبيل كوكا. يمكن ناس كتير كانت بتستغرب هو ازاي كوكا مثلا بيبدا في الفتره الاخيره او كده، بحيث ان مروان عطيه كان متالق، ولكن ده يا جماعه يحسب لمارسيل كولر. صحيح. يحسب لمارسيل كولر ان هو وثق في كوكا. احنا لما كنا مثلا بنحط لعيبه الارتكاز كان بيبقى كوكا، كنا دايما بنحطه الرابع مثلا بصراحه او الخامس. دلوقتي هو اللي هو بادائه هو اللي اكبر ان هو يكون اللعيب المهم او اللعيب الاساسي في الفرق. طبعا مروان عطيه برضو لعيب اساسي، ولكن دلوقتي المنافسه اللي ما بينهم دي تحسب للفرقه او تحسب للمدرب. عايز اقول لحضرتك ان كوكا واحد من احسن المواهب الصاعده دلوقتي في النادي الاهلي، وده يحسب برضه لقطاع الناشئين في النادي الاهلي. صحيح. اللي هو بيخرج دايما مواهب. لا في ظل طبعا وفي ظل وجود عدد رائع الحقيقه والكبير من اللاعبين اللي موجودين الحقيقه. بس انا عايز اربط لحضرتك حاجه في كوكا. صح. تحديدا كوكا الاسيست اللي عمله في الجون الثاني عمله قبل كده، بس نسينا عمله قبل كده امتى؟ في ماتش المقاولين السنه اللي فاتت لديانج. الجون الثاني وهوري لحضرتك برضه الجون بتاع ديانج في المقاولين، هو نفس الجون. فكوكا واحد من اللعيبه اللي هي عندها الاسكان وعندها، بص ده حضرتك ده كان الجون الثاني في النادي للنادي الاهلي في المقاولين. التمريره برضو نفس اللي عملها النهارده لحسين الشحات. فكوكا واحد من احسن اللعيبه اللي عندها رؤيه والتمريرات الطوليه. ميستو بيعمل اسكان الاول قبل ما يعمل التمريره الطوليه اللي بتضرب الخط دي، يعني نفس الجون بالظبط. اللي ما شافش جون المقاولين يشوف جون الاسماعيلي اهو النهارده. هو نفس التمرير اللي ضربت الثلاث صفوف بتاع الاسماعيلي ضربت الثلاث صفوف بتوع المقاولين العرب اهو. ادي كذا حسين الشحات طبعا والفينش في فتره التوهج بتاعه. بس بص الاسكان اللي عمله والنظره، ارجع ثواني بس هات النظره، يعني النظره الاولانيه اللي بيعملها بعد كده بيديك تمرير طولي بيضرب الثلاث خطوط. دي ميزه احمد نبيل كوكا. احمد نبيل كوكا برضو واحد من اللعيبه اللي بتقرب بتقدم حل للباكات وللاثنين المساكين. هنا بيعمل الاسكان الاول وبعد كده بيدي التمريره الطوليه. دي حاجه ممتازه، حاجه تحسب لقطاع الناشئين في النادي الاهلي وتحسب لمارسيل كولر بصراحه. اكتشاف كوكا ومبروك ليه لانضمام لمنتخب مصر. كريم اكيد طبعا خطوه مميزه ومن ناحيه كمان معنويه، يعني طبعا لاعب لسه في، يعني كوكا فعلا بياخدوا خطواته الاولى في كلاعب اساسي مع النادي الاهلي بقاله فتره، بس لما يخش منتخب مصر يبقى اختيار الجهاز الفني منتخب مصر في الوقت المبكر ده اكيد من الناحيه المعنويه كابتن اسامه بتبقى مهمه جدا. وكمان بقى نخش على الناحيه الفنيه، حاجه من النقط الكويسه في كوكا ان هو تطوره متدرج. يعني مثلا في البدايه كنا بنشوف ان احمد نبيل كوكا بنحطه في مركز 6 والشغل الشاغل، او بنتكلم او اكثر الكلام اللي بيتكلموا عليه ان هو هاف ديفندر وان هو لاعب خط وسط مدافع والواجبات الدفاعيه هي اللي بتتكلم عليها. دلوقتي بدا يزود موضوع التكمله، والنهارده فعلا احنا النادي الاهلي واحده من اهم النقط مع مارسيل كولر بقى لها وقت السنه الثانيه على التوالي. انت ما تقدرش تقول مين رقم 6 ومين رقم 8. موضوع رقم 6 رقم 8 ده بقى لحد ما ما تقدرش تقول ان في النادي الاهلي عنده لاعب رقم 6 صريح. حتى حمدي فتحي السيد قبل ما يمشي ويروح قطر كان برضو بيكمل وبيلعب 8 وساعات، حتى كان بيلعب 10، كان بيلعب مهاجم صريح. عايز اقول النهارده احنا نبيل كوكا واحد من المواهب اللي بتتطور في صمت، ما بيتكلمش كتير، واضح ان هو مركز. والنقطه مهمه جدا 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 ان هو اصلا احمد نبيل كوكا ربما كان شق الدفاع عنده هو الزايد، بس قدر النهارده ان هو يطوره بالشق الهجومي. والنهارده الاسيست بصراحه اللي عمله، انك تعمل اسيست بنتكلم تقريبا من نص الملعب، يعني نص الملعب ربما متعودين الاسيستات تبقى من داخل نص ملعب الفريق المنافس او حته قريبه، لكن النهارده واحد بيعمل اسيست من تقريبا من اكتر من 50 يارده، طبعا حاجه مميزه جدا جدا. واكيد اكيد منافسه في خط الوسط في النادي الاهلي. النادي الاهلي محتاج المنافسه دي عشان كتر المباريات الفتره الجايه. طيب خلينا نطلع نشوف ماذا قال احمد حسن او احمد نبيل كوكا بعد انتهاء المباراه، وكان الحقيقه قبل اختياره لمنتخب مصر. خلينا نطلع نشوف ماذا قال ونرجع نكمل.
من جديد بجدد التحيه بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. جوه النادي الاهلي الفرصه مش سهله، لكن انك تاخد تمسك الفرصه وتصبح واحد من العناصر المهمه، اذا السمات الشخصيه موجوده، عندك ثقه في نفسك، عندك ثقه المدير الفني. كوكا واحد من اللاعبين واهم اللاعبين في النادي الاهلي، تمسك بالفرصه، عنده السمات الشخصيه، اصبح واحد من اهم اللاعبين في تفكير مستر كولر. كوكا برحب بك على شاشه قناه النادي الاهلي، مليون مبروك على ادائك، مليون مبروك على استمراريتك، مليون مبروك على الفوز النهارده كوكا. حبيبي يا روى شكرا على كلامك الحلو ده. الحمد لله مبروك لجمهور النادي الاهلي واللعيبه والمجلس الاداره، والحمد لله مكسب مهم جدا النهارده، نقفل بيه الدوري قبل التوقف الدولي، فالحمد لله بشكر اللعيبه وبشكر الجهاز الفني، كنا رجاله النهارده والحمد لله ربنا كرمنا وكلل مجهودنا بالمكسب يعني الحمد لله. كوكا تغيير مسمى اللاعب الوسط المدافع، كوكا بنشوفه الناحيه الهجوميه، مستر كولر اتكلم على هذا الامر وتطوير النواحي الهجوميه بالنسبه لكوكا. المشهد ده والاسيست النهارده لحسين الشحات اتكرر في مباريات كتير جدا من كوكا، شايف الامر ده بالنسبه لك لاعب خط الوسط المتكامل كواحد من اللعيبه، الاضافه المهمه جدا للنادي الاهلي وايضا للمنتخب الاولمبي؟ الحمد لله الواحد بيحاول يعمل اللي عليه دايما، مركز 6 الاولويه دايما بتكون في الدفاع والضغط والكلام ده، لكن بيبقى في اوقات طبعا لازم تكون مساند للعيبه اللي قدامه، وفي دايما بيبقى في موجود مساحات، فلازم الحمد لله الواحد بيشتغل على النقطه دي، فلازم يكون مش لازم دفاع بس، فده بنحاول نطورها الحمد لله وبنعملها بشكل كويس الفتره الاخيره، فالحمد لله ربنا كرمنا يعني الواحد بيحاول يعمل اللي عليه ويشتغل على النقطه دي والنقطه دي عشان يظهر بشكل كويس يعني الحمد لله. مهم جدا في مشوارك في الكره المدير الفني اللي يكون مؤمن بقدراتك ويقدر يشتغل عليها، مستر كولر مؤمن جدا بقدرات وامكانيات كوكا. اكيد طبعا المدير الفني دايما بيبقى ليه دور مهم جدا مع اللعيب، كتور منه في ظهره، فطبعا بشكره على الفتره الاخيره دي، الواحد بيحاول يعمل اللي عليه في التمرين ويتمرن كويس، عشان كده الحمد لله ربنا بيكرمني يعني، فان شاء الله واصل زي ما انا، لسه ما عملتش اي حاجه، لسه ببدا، عندي كتير، عايز اقدم كتير للنادي، فان شاء الله باذن الله اللي جاي يكون احسن ان شاء الله. كوكا اللعيبه معاك، يعني انت النهارده وانت بتلعب 90 دقيقه، المشهد ده شفناه كتير، مستر كولر مش كوكا بيلعب في نص ساعه او شوط، لا بيلعب 90 دقيقه، اذا في ثقه في امكانيات كوكا، كوكا بيرد في الملعب بادائه بثقته، اكتسبت ثقه الجهاز الفني واكتسبت ثقه الجمهور يا كوكا. زي ما قلت لك في الاول في الاخر تمرينك انت، في الاول في الاخر تتمرن كويس محافظ على نفسك، بقى تلعب ربع ساعه، تلعب شوط، تلعب 90 دقيقه، دي في الاول في الاخر بتبقى قرار جهاز فني، لكن انت بتحاول تعمل اللي عليك في الوقت اللي انت بتاخده بتلعب فيه، ولازم تأدي 100%. لعبت بقى زي ما قلت لك ربع ساعه ماتش كامل، في الاول وفي الاخر دي حاجه جهاز الفني، لكن انت اللي عليك تعمل شغلك بس، فده اللي انا بحاول اعمله يعني الحمد لله. انا مبسوط بكلامك ومبسوط بعقليتك يا كوكا، لان هي دي بتاكد استمراريتك وتاكد جدارتك ان انت جوه النادي الاهلي، لكن مستر كولر على المستوى الشخصي بيتكلم معاك يقول لك ايه اهم التعليمات اللي بيقولها لك؟ انا قلت قبل كده طبعا مستر كولر دايما بيتكلم معايا حتى وانا ما بلعبش، هو دايما بيقول لي كمل زي ما انت عارف ان انا بتمرن كويس، والحمد لله الواحد بيحاول يعمل دي، فبصراحه انا بشكره، لان حتى لو انا بعيد لو انا ما كنتش بشارك هو دايما بيتكلم معايا بيقول لي كمل زي ما انت وهي هتجيلك، فاكيد بشكره على ثقتي فيا، وان شاء الله اكون عند حسن ظن الجهاز الفني والجماهير والنادي الاهلي باذن الله. نختم بقى وكلمنا عن جمال الاسيست النهارده بتاع حسين الشحات، يعني حاجه كده من ريحه الزمن الجميل يا كوكا. توفيق ربنا مش اكتر يعني الحمد لله، الواحد بيحاول يعمل اللي عليه ودي حاجه بتساعد الفريق، فده توفيق من ربنا مش اكتر. ديانج جنبك في نص الملعب، مروان جنبك، امام اعتقد قبل كده السليه، حمدي فتحي، اعتقد ليهم دور كبير جدا معاك يا كوكا. اكيد طبعا كلهم لعيبه كبيره، كلهم لعيبه دوليه اذا كان في مصر او ديانج في مالي، فكلهم لعيبه كبيره، الواحد بيتعلم من اي حد طالما اللي قدامك بيعمل حاجه كويسه اكيد انت بتستفاد، فالكره ملهاش كبير، الكبير بيتعلم الصغير والصغير بيتعلم من الكبير، لكن في الاول في الاخر مصلحه الفرقه دي اهم حاجه. انا بشكرك وبقول لك باذن الله هتوصل لمكان مكان بعيد وتحقق حاجات كتير جدا، انت بتتعب انا عارف انت بتتعب من زمان، ربنا يكرمك دايما يا كوكا. حبيبي يا روح شكرا يا روح حبيبي تسلم. اعزائي مشاهدينا ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، ده كان لقائنا مع كوكا، واحد من اللعيبه اللي تمسك بالفرصه، امن بقدراته والجهاز الفني امن بالقدرات اللي عند كوكا، اصبح كوكا واحد من العناصر المهمه في فريق النادي الاهلي. من جديد تعود الكلمه للزملاء في الاستوديو. تمام، طبعا زي ما قلت لحضراتكم ده كان قبل الاعلان عن اختيار احمد نبيل كوكا في منتخب مصر. احمد، ويعني رايك في المباراه بصفه عامه والتشكيل اللي بدا بيه كولر؟
طبعا المباراة مكسب مهم جدا ان انت تكسب بالانتصار الثاني على التوالي في الدوري عشان خاطر ان انت تحافظ على الست نقط، يعني الصدارة تعتبر بتاعت الدوري مؤقتا، يعني طبعا الصدارة دي عشان في فرق لعبة اكتر فاكيد هي هتتصدى، لكن احنا ان انت تحقق العلامة الكاملة قبل التوقف الدولي دي حاجة مهمة. الحاجة التانية بالنسبة لي طبعا انا شايف ان مارسيل كولر محقق ثلاثيات ورباعيات بصفة مستمرة، دي حاجة مهمة جدا. يعني عايز اقول لحضرتك ان مباراة النهاردة مباراة مين؟ مباراة الأهلي، مباراة بتاعت النهاردة مباراة الأهلي، فمباراة الدور الثاني هتبقى مباراة الإسماعيلي، نادي الإسماعيلي اللي هي هتتلعب في إسماعيلية. يعني النهاردة مفيش حد بقى يرجع في الدور الثاني يقول ليه الأهلي ما بيلعبش في إسماعيلية، النهاردة مباراة الأهلي. لا هتتقال برضه. النهاردة مباراة الأهلي وجمهور الأهلي سافر برج العرب في اسكندرية، يعني جمهور الأهلي سافر، فنتمنى إن الدور الثاني إن مباراة الإسماعيلي لما تكون في إسماعيلية ما يقولكش ليه الأهلي ما بيلعبش في إسماعيلية، ما هو الأهلي يا جماعة ما بيلعبش في القاهرة، جمهور النادي الأهلي النهاردة سافر لإسكندرية وهو بيلاعب الإسماعيلي، دي أول نقطة. النقطة الثانية النهاردة التشكيل بصراحة يعني يحسب لمارسيل كولر التوليفة اللي بيعملها، وإن غير النهاردة كوكا مكان مروان عطية، بيحاول إن هو يبدل مروان عطية مكان ديانج، يمكن الأربعة اللي ورا ثابتين، ربيعة لما اتصاب دخل ياسر إبراهيم مفيش خلاف عليهم، يعني الاربعه اللي ورا. محمد الشناوي النهارده قدم مباراه كبيره جدا، واحده من احسن مبارياته في الفتره الاخيره، يعني شال كذا فرصه صحيح. هدف محقق. الثلاثه الارتكاز سواء ديانج او امام عاشور ووراهم كوكا، امام عاشور هو اللي بيكمل وديانج دايما بيكمل، والثلاثه اللي قدام بيرسي تاو والشحات ماشيين بشكل كويس، وموديست لان كهربا موقوف وموديست بيحاول الراجل ان هو يديله عشان يجهزه، موديست واضح ان هو مش جاهز ومحتاج لسه ماتشات كتير، فمارسيل كولر بيحاول ان هو يجهزه. يعني كريم رايك بقى بصفه عامه في مكسب مباراه اليوم بثلاثيه؟ طبعا اكيد مباراه النهارده يعني استمرار لنجاحات مارسيل كولر في بدايه الموسم ده، طبعا بعد الاخفاق في ماتش السوبر قدام الفريق الجزائري، اكيد بعديها النادي الاهلي منطلق في ثلاثيتين ورباعيتين في الفتره اللي فاتت. انا بس عايز استوقف عند نقطه مهمه، احنا دايما كابتن سام بنتكلم على الاسيست او اللمسه اللي قبل الهدف، لا النهارده المباراه عايز بس نجيب لقطتين، يا ريت نجيبهم. هدف الاول نجيب اللمسه اللي قبل الاسيست، اسيست الاسيست، نجيب الهدف الأسست. الاول ونشوف اسيست الاسيست معلول لامام عاشور من معلول كعب. لامام من امام لحسين ومن حسين لبيرسي تاو بالظبط، عايز اسيست امام عاشور، وكمان نشوف الهدف الثالث ونشوف، عايزين نركز على اللمسه الثالثه. مش ممكن اللمسه دي هي الجول في وجهه نظري، ليه؟ ان هي اللي فتحت المساحه ان اللي جاي من ورا هو اللي شايف الملعب وكاشف، والاسيست بيساعد الهدف بشكل في وجهه نظري الشخصيه اقل شويه من اللمسه الثالثه، يعني اللمسه الاولى خالص اللي هي الثالثه لو هنسميها اللمسه الثالثه، النهارده متشابهه جدا في الهدف الاول والهدف الثالث، وده يبين لنا قد ايه النهارده ديناميكيه اللعب في النادي الاهلي واصله من اختراق من العمق. وحتى احنا كنا بنشبه، احنا مثلا الامانه السنه اللي فاتت كلنا اعجبنا باداء سان داونز في دوري ابطال افريقيا، وقلنا سان داونز قدم اداء حلو جدا جدا جدا، وكان يعني الفريق كان ممكن يكمل ويوصل للفاينل النادي الاهلي. لا انا عايز الهدف الثالث، الهدف الثالث، ونشوف رضا سليم اللمسه اللي عملها لطاهر محمد طاهر وازاي فك حاجات كتير قوي بلمسه، طبعا دي لمسه طبعا مباشره من نبيل كوكا حلوه جدا 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 جدا، لكن هي مش شبيهه للهدف الاول. الهدف الثالث هو لحد ما اللي شبيه للهدف الاول في لمسه رضا سليم، رضا سليم ربما الناس تشوف الكره في رجله، الهجمه مش واعده، ممكن ما يبقاش فيها يعني ايه شيء يخليك تقول الكره دي هتخلص هدف، فجاه الراجل يعني بدون سابق انذار عمل لمسه بسيطه للغايه لطاهر محمد طاهر، خلاه يروح ما يشبه الانفراد و بالظبط. الكره دي مش ممكن، كره لمسه بسيطه للغايه، ولكن نشوف ازاي ان هو خلى من هجمه عاديه جدا هجمه واعده. وهنا انا بتكلم على الدور اللي بيعمله لعيبه خط الوسط، والنهارده كمان الديناميكيه اللي واصله جدا 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 فريق النادي الاهلي بيخترق من العمق بشكل طيب. مميز جدا. طيب ثابت برضو بثلاثيات كثيره دي اللي كنت عايز تتكلم عنها في جميع البطولات منذ توليه مهمه بالنسبه لمارسيل كولر في 9 سبتمبر 22. 17 ثلاثيه لمارسيل كولر، دي الثلاثيه رقم 17 منذ توليه المهمه في 9 سبتمبر 2022. الاول الاتحاد المنستيري 3-0، الاتحاد السكندري 3-0، بيراميدز 3-0، سموحه 3-1، الزمالك 3-0، اوكلاند سيتي في كاس عالم للانديه 3-0، اسوان 3-0، القطن الكاميروني 3-0، الهلال السوداني 3-0،
غزل المحله، هات اللي بعدها، غزل المحله 3-0، فاركو 3-0، الترجي التونسي 3-0، حرس الحدود 3-0، البنك الاهلي 3-0، سانت جورج الاثيوبي 3-0، انبي 3-0، والاسماعيلي 3-1. فدي 17 ثلاثيه لمارسيل كولر تحسب الهيفي سكور، الهيفي سكور يعني اكتر من 2 سواء 3 او 4 تحسب لمارسيل كولر النتائج الكبيره والكره الهجوميه اللي بيقدمها في الفتره الاخيره. كريم، شفت اداء والفرق ما بين اداء النادي الاهلي في الشوط الاول والثاني ازاي؟ طبعا ربما اكيد الاداء النادي الاهلي الشوط الاول فعلا بيحسم النتيجه بشكل كبير، وربما ده بيخلي اللعيبه بتلعب الشوط الثاني بمجهود قوي. امان ده مطلوب في الوقت الحالي، كل امان مطلوب جدا جدا، ولكن الناس تتخيل ان النادي الاهلي في الفتره الجايه هيبقى الشكل عامل ازاي، خصوصا في موضوع السفريات. موضوع السفريات ده بصراحه ان شاء الله يعني ربنا يكون معاهم فيه، امر هيبقى شاق جدا، صعب جدا. لكن بصراحه النادي الاهلي، وكمان طبعا بيستغل بصراحه الفايده من اي مدير فني بيواجهه بدفاع متقدم، يعني بصراحه بتبقى ميزه جدا لعيبه النادي الاهلي الشوط الاول. بنشوف النادي الاهلي بيقدر، يعني اسهل حاجه ان انت تنزل تشوف مدير فني. طبعا كامل احترام الكابتن ايهاب جلال، لكن هو ده اسلوبه، هو متعود، هو عايز يعود في ايده. الكابتن ايهاب جلال ما بيبصش للمكسب والخساره، اوكي ده اسلوبه، ده تكتيكه. ولكن بصراحه النادي الاهلي لما بيلعب فريق بيلعب بدفاع متقدم للغايه بهذا الشكل، شفناه النهارده على النادي الاسماعيلي، يعني سهل جدا انت تحرز ثلاث اهداف في خضم ساعه واحده بتخلص السكور. واعتقد ان النادي الاهلي كان قاب قوسين او ادنى ان هو يكرر الرباعيه اللي عملها قدام مصر، حتى يكرر الرباعيه اللي عملها قدام النادي الاسماعيلي اعتقد من حوالي موسمين. فالتفاوت ربما في تفاوت، ولكن النادي الاهلي مطلوب، تفاوت مطلوب جدا جدا، مطلوب جدا. التركه اللي لعب عليها يا احمد مارسيل كولر، مارسيل كولر يمكن احنا متعودين ان هو بيلعب بالاربعه 4-1 في الفتره الاخيره، يعني من السنه اللي فاتت بيعتمد على النهارده مثلا كوكا وقدامه امام عاشور وديانج. في اول 20 دقيقه الاسماعيلي كان عامل ضغط بشكل كويس، تحس ان يعني كان نوعا ما كانوا متفوقين شويه. فالتريكه يمكن هو اللي عملها ان هو ودى ديانج هنا جنب كوكا وحول امام عاشور كصانع العاب. الفكره دي عملت ايه؟ امام عاشور بقى بيرحل مع معلول وراهم احمد نبيل كوكا، وهنا بيجي برضو حسين الشحات. لما حسين الشحات يخش لجوه امام عاشور يطلع لبره بنفس الشكل ده، يبقى امام عاشور هنا حسين الشحات يخش لجوه، يبقى في ايه؟ يبقى في فكره تحميل عددي وتفوق عددي، يبقى في اربع لعيبه في جبهه. لو جبنا الجون الاول هنلاقي نفس الصوره دي، الجون الاول هتلاقي ان امام عاشور هو اللي فتح على الخط، لان ميزه امام عاشور في الفتره الاخيره بيروح كجناح كمان، بيروح جناح، وحسين الشحات هو اللي يخش لجوه. اهو وقف يا استاذ سمير، ثانيه وقف، ارجع ثواني بس. ايوه بص هنا امام عاشور رايح فين؟ اول ما حسين استلم، حسين اصلا على الورق هو اللي جناح، لا حسين الشحات نزل لتحت استلم مكان الشحات، مكان امام عاشور. امام عاشور راح فين؟ رايح يستغل المساحه اللي فضها له الشحات. اهو امام بيعمل ال1 2، حسين بيقوم مخترق، لان المدافعين الاسماعيلي كلهم عينيهم على مين؟ على امام عاشور. فانت هنا ارجع بس، هتلاقي في بدايه الهجمه خالص هتلاقي في اربع لعيبه بالظبط. ارجع للجون من اوله، هتلاقي الاربع لعيبه اللي واقفين اهو. وقف ثواني، مين هنا؟ مين؟ ادي معلول الظهير الايسر، وادي حسين الشحات، وادي امام عاشور، وادي كوكا من وراهم. فهنا في اربع لعيبه في زياده عدديه من في جبهه لوحدها للنادي الاهلي، غير مودست طبعا وديانج في الناحيه الثانيه، انا بتكلم على الجبهه الشمال دي. فده كانت التركايه، ان هو حول امام عاشور في يعني ككونكتور، بيعمل بساعات احيانا بيزيد مهاجم ثاني جنب مودست، عكس اول 20 دقيقه. اول 20 دقيقه امام عاشور كان بيبقى راجع، فكان بيبقى ثلاثه في وسط الملعب، لكن بعد 20 دقيقه كولر حول مركز امام عاشور، رماه في ظهر مودست عشان يعمل جبهه، وديت كانت السر في الجونين بالمناسبه. كريم، عايز اعرف رايك برضو في توظيف طاهر محمد طاهر. طاهر محمد طاهر اكيد يعني واحده من النهارده من الاماكن الجديده اللي شفناه ان هو بيلعب في عمق الملعب. ربما احنا متعودين على طاهر محمد طاهر، اذا مثلا جبنا البورد اللي معانا نشوف طاهر محمد طاهر دايما بنشوفه في الطرف اللي قدام، خصوصا لما النادي الاهلي بيلعب بطريقه 4-3-3. النهارده شفنا طاهر محمد طاهر كابتن اسلام بيخش لعمق الملعب، وحتى لو نفتكر اللي شاف طاهر محمد طاهر مع نادي المقاولين، طاهر محمد طاهر كان بيلعب بلاي ميكر وكان عنده فري رول كبير جدا وكان بيلعب في العمق. بس طبعا واجباتك في نادي المقاولين مختلفه تماما عن واجباتك في النادي الاهلي. النادي الاهلي بيطلب منك واجبات كتيره، بس انا في وجهه نظري الشخصيه واحده من النقط الحلوه اللي هنشوفها لطاهر محمد طاهر لما يلعب في عمق الملعب، خصوصا تحت المهاجم، ولما بيكمل بيبقى عنده حريه. وكمان بصراحه طاهر محمد طاهر لما بيلعب على الطرف بيبقى عنده مشكله وحيده في وجهه نظري، ان طاهر بيطالب ان هو يرجع
كل اللاين عشان يأمن مع الفوت باك اللي وراه. ده في وجهه نظري بياخد من ذهنه هو يا سعيد لما بيلعب على الطرف يقول لك انا اقدر اركز في حاجه واحده، اما اركز في الدفاع او اركز في الهجوم. في وجهه نظري اذا كولر امن الناحيه الدفاعيه لطاهر محمد طاهر وبدا يدفعه لعمق الملعب ويدي الطرف لاثنين لعيبه اخرين، اعتقد هنشوف طاهر محمد طاهر في شكل مختلف وفريم مختلف عن اللي شفناه في الموسم اللي فات. عايزين نتكلم بقى عن ارقام بيرستاو يا احمد. طبعا بيرستاو حصل على رجل المباراه وهو دلوقتي هداف الدوري. طبعا يستحق بصراحه. الفينش بتاعه مميز ولعيب خبره. بيرستاو لعيب كبير بيديك طول قدام، لعب 90 دقيقه لمس الكره 40 مره، احرز هدفين، المحاولات الصحيحه ثلاث محاولات صح، الثلاث محاولات صحيحه من اربعه، فنسبه نجاحه في المحاولات 75%. فاز بالتحامات 3 من 6، حصل على خطأين، والعرضيات الصحيحه 2 من 2، ودقه التمريرات 79%. مستو في الفينش ومستو ان هو دايما بيكمل، كان بيكمل في المساحه اللي في ظهر اياد العسقلاني اللي هو الظهير الايسر بتاع النادي الاسماعيلي، نفس اللي عمله بالظبط في النادي المصري في المساحه اللي في ظهر حسين السيد، عمله بيرستاو في اياد العسقلاني في المساحه اللي ورا في النادي الاسماعيلي يعني. تمام. في بعد كده برضو معانا ارقام احمد نبيل كوكا. اتفضل. احمد نبيل كوكا وارقام حسين الشحات. حسين الشحات في الوقت اللي لعبه كان عمل اداء ممتاز، لعب 63 دقيقه، لمس الكوره 28 مره، احرز هدف، محاولاته على المرمى 3 محاولات، يمكن بيرستاو 4 محاولات، حسين الشحات 3 محاولات. ده الجناحين، ده بياكد ان هم دايما في بعض الاوقات برضو الشحات كان بيبقى في بدايه الماتش كان بيبقى فاتح الخط، لما بدا يخش لجوه تاثيره بدا يبان، عشان كده عمل 3 محاولات، ودي واحده برضو من التريكات اللي عملها مارسيل كولر، ان هو كان فاتح الخط في الاول وبعدين دخله لجوه. طبعا كان ليه محاوله بالقايم، محاوله صح، صنع فرصتين اكتر من تاو في صناعه الفرص، فاز بالتحامات ثنائيه 2 من 4، دقه التمريرات 70%، ودي حاجه برضو محتاجه تتطور سواء عند حسين او تاو. لو نلاحظ دقه التمريرات الاثنين قليله، يعني حسين الشحات 70%، بيرسي تاو مثلا دقه التمرير 79، يمكن دي محتاجه بس تتطور في الفتره الجايه برضو. نيجي لكوكا، احمد نبيل كوكا ارقامه طبعا مكسب كبير، لعب 90 دقيقه، لمس الكوره 68 مره، ده دليل ان هو دايما اتكلمنا على ميزه ان هو دايما بيبقى مفتاح وحل للعيبه بتاعه خط الدفاع كله، ان هو بيقرب منهم فبيلمس الكوره كتير، صنع اسيست هدف، تمريرات الصح بتاعته 51 تمريره صح من 59، رقم كويس جدا، التمريرات الطوليه اللونج باس 4 صح من 8، استخلاص الكوره 6، شتت الكوره مرتين، والالتحامات كسب 3 من 6، وعمل بلوك مرتين، وما ارتكبش ولا فاول، لعيب ارتكاز ما ارتكبش ولا فاول، دي برضو تحسب لاحمد نبيل كوكا. طيب برضو عايز اعرف راي حضراتكم في مجموعات دوري ابطال افريقيا، طبعا تحديدا مجموعه الاهلي وبلوزداد ويانج افريكانز ومديام الغانيا. كريم، انا اعتقد الحمد لله بصراحه القرعه جت بالشكل ده، انا في وجهه نظري النادي الاهلي محتاج برهه من التنفس، يعني تبقى القرعه قليله شويه، مثلا يعني مثلا مجموعه الترجي والهلال والنجم الساحلي بخلاف الامور الفنيه مجموعه شائكه على السوشيال ميديا بصراحه، هنشوف مباريات بره الملعب كتير. لكن انا اعتقد ان النادي الاهلي طبعا اكيد شباب الوزاد الجزائري فريق له اسمه وله طبعا تاريخه، فريق كويس، وكرة الجزائريه طبعا كره قويه، يانج افريكانز التنزاني فريق اطاح بالمريخ السوداني واكيد طبعا يعني حقق نتيجه كويسه، يانج اسم المريخ السوداني اكبر من اسم يانج افريكانز، فطبعا اكيد منافس لا يستهان به، ومديما الغاني برضو اطاح بحوريه كوناكري الغيني، فريق برضو له اسم كبير ولعبناه قبل كده في دور الثمانيه في دوري الابطال، فبرضو اكيد فريق ما يستهانش به، ولكن في وجهه نظري مجموعه مهمه ان احنا نلعب مع نوعيه الفرق دي في الوقت اللي هيبقى فيه تركيز ان شاء الله خلال الثلاث اسابيع من اواخر اكتوبر لغايه بدايه نوفمبر مع دوري السوبر الافريقي الجديد. احمد، انا شايف اقوى مجموعه من وجهه نظرك ورايك. اقوى مجموعه طبعا مجموعه بيراميدز اللي هي سان داونز وبيراميدز ومازيمبي، دول طبعا معاهم فريق الموريتاني نوازيبو والنجم. مجموعه مجموعه فيها بيراميدز وسان داونز ومازيمبي بجد؟ بيتو اتلتيكو بس مازيمبي يعني انا شايف لا سان داونز وبيراميدز ومازيمبي مجموعه قويه جدا، يعني انت بتتكلم ان هيبقى منافسه قويه على المركز الثاني، يعني سان داونز مثلا الاول وبيراميدز، وبرده بيراميدز ممكن ياخد الاول من سان داونز، بيراميدز مش فريق سهل، ومازيمبي برده فرقه عامله سكواد قوي جدا، فانت عندك ثلاث فرق قويين. مجموعه الترجي، الترجي وبيترو اتلتيكو والهلال والنجم، يعني الترجي عندك الترجي والنجم طبعا ده ديرمي، بس النجم مش يعني مش بينافس قوي دلوقتي حاليا، الهلال السوداني برضو في دايما في مرحله يعني في دور المجموعات بيبقى قوي، بس انا بشوف ان المنافسه هتبقى على المركز الثاني ما بين الهلال وبترو اتلتيكو والنجم، لكن الترجي اعتقد ان هو هيتصدر المجموعه دي. مجموعه الاهلي انا شايفها مش سهله،
ناس بتتكلم يعني مش عارف ليه، بس كنت مستني اسمع رايك بقى. يعني انا شايفها مش سهله. ليه مش سهله؟ هي طبعا مش زي مجموعه بيراميدز مثلا فيها صن داونز ومازيمبي، لكن مش سهله بمعنى ايه؟ انت بتقابل شباب بلوزداد. شباب بلوزداد فريق قوي، وكان ماسكه لغايه النهارده فاندن بروك اللي هو كان ماسك الوداد اللي قابلنا في النهائي، صحيح، وتمت اقالته النهارده الصبح. بس شباب بلوزداد دعم بتدعيم قوي، جايب رايس مبولحي حارس منتخب الجزائر في كاس العالم، جايب عدلان كاديورا لاعب ارتكاز بتاع منتخب الجزائر في كاس العالم، عاملين صفقات كويسه، ودايما هم بياخدوا الدوري الجزائري في فريق عنده خبره، واحنا عارفين الملعب بتاع الجزائر بيبقى صعب. ده اول فرقه. فرقه يانج افريكانز فرقه قويه، هي بطل الدوري التنزاني في اخر سنتين على حساب سيمبا، فريق لسه كان في نهائي الكونفدراليه السنه اللي فاتت قدام يعني كان في نهائي الكونفدراليه السنه اللي فاتت قدام اتحاد العاصمه ووصل للنهائي، ففريق عنده خبره، فريق برضو اطاح بالمريخ السوداني، فريق معاه جاموندي المدرب الارجنتيني اللي كان ماسك الوداد، مدرب عنده خبره. وبعدين الكره في تنزانيا اتطورت كتير، النادي الاهلي هيسافر تنزانيا مرتين، مره لسيمبا ومره ليانج افريكانز، وسفريه تنزانيا مش سهله، ست يعني اكتر من 6 ساعات بالطياره، الاجواء هناك والملعب برضو مش سهل. ميدياما الغاني اعتقد ان هو هيبقى فريق مشاب، هو هيبقى اضعف فرق المجموعه لان هم معدل اعمارهم اصلا صغير وهم بيحاولوا يصدروا لعيبه لاوروبا. كريم برضو في الجزء الثالث مواجهه سيمبا. طبعا مواجهه سيمبا اكيد مواجهه احنا هنتكلم طبعا اكتر عليها الفتره الجايه، لكن اقصد ان يعني بشكل عام طبعا مواجهتنا مع سيمبا بصراحه خصوصا المباراه اللي في تنزانيا، مباراه بتبقى صعبه، مباراه بتبقى سهله ان شاء الله، يعني المفروض ان شاء الله هنلعب في موعد مختلف، هنلعب الساعه 6 الحمد لله، مش هنلعب الساعه 3 زي ما كنا متعودين معاهم، فباذن الله موضوع الرطوبه تبقى اقل ودرجه الحراره تبقى افضل ونلعب مباراه احسن. وطبعا اكيد حاجه في كابتن اسلام، المشكله في البطوله الجديده دي ان الفتره الزمنيه بين ماتش الذهاب وماتش الاياب هم 4 ساعة. هنلعب جمعه والعوده يوم الثلاث، يعني ايوه 4 ايام بالظبط، سبت حد اثنين وتلعب الثلاث. اقصد يعني ما عندكش مساحه كبيره زي الماتش يكون مثلا في دوري الابطال عندك اسبوع، او حتى في بعض الاحيان بيبقى في فتره طويله، فان شاء الله احنا نقدر باذن الله نتعامل مع المباراه بشكل جيد بحيث ان احنا نستعد طبعا اكيد للمنافس المتوقع وهو سان داونز. اخيرا رايكم بقى انتوا الاثنين في اختيارات روي فيتوريا للمنتخب، لقائمه منتخب مصر، احمد وكريم. انا اعتقد اختيارات كويسه كلها، كان بس كنت شايف كهربا كان ممكن يبقى ليه دور بالذات في راس الحربه مع مصطفى محمد. بشوف ان منتخب مصر بصفه عامه دلوقتي منتخب قوي جدا، في لعيبه محترفين بشكل كويس جدا، اعتقد ان احنا ممكن ننافس لو اشتغلنا بشكل صح، ممكن ننافس. احنا عندنا بس مشكله في مركز المساك اللي جنب عبد المنعم، مفيش غير ياسر ابراهيم من وجهه نظر، انا مش شايف غير ياسر ابراهيم، بشوف ان علي جبر يعني بيبقى عنده مشاكل دفاعيه كتير، واحمد سامي برضو يعني بحس ان عبد المنعم وياسر ابراهيم المساك اللي جنب عبد المنعم دي مش قوي، دي احنا عندنا فعلا الونش برضو بس يعني الونش طبعا يعني. ناحيه الحاجه الثانيه برضو اللي بتنقص المنتخب المصري مركز البديل بتاع حراسه المرمى، محمد صبح انا شايف ان هو يعني بصراحه انا شايف ان هو اقل مستوياته اقل مستوياته، وابو جبل برضو يعني ابو جبل اقل مستوياته يعني البديل بتاع الشناوي مش موجود، البديل بتاع الشناوي في منتخب مصر لا احمد الشناوي ممكن كان احمد الشناوي، وممكن بقى لو مثلا واحد هتاخد زي حمزه علاء مثلا او مصطفى يعني حد من النادي الاهلي، بس محتاجين ان هم يلعبوا. طيب كريم برضه هو مش هيضمهم، هم مش بيلعبوا، لكن انا كنت شايف لو لعيب ما انضمش هو كهربا، كهربا مقدم اداء كويس مع النادي الاهلي، واعتقد ان هو يعني اتظلم في حته اختياراته في راس الحرب. كريم يعني اعتقد روي فيتوريا محتاج ان هو يعيد الكثير من الامور في الفريق، طبعا مباراه تونس يعني كشفت حاجات كتيره بصراحه، واعتقد ماتش مباراه زامبيا اكيد هي ممكن تبقى كمنافسه قليله شويه، لكن مباراه الجزائر في وجهه نظري هي المباراه اللي ممكن تديك مؤشر للفتره اللي ما قبل الكاس الامم، لان بصراحه قبل كاس الامم ما اعتقدش هيبقى عنده فتره طويله ان هو يغير حاجات كتيره، ووضعا في الاطوار برضو اللعيبه الدوليه بتاعته لان الاهلي هيبقى عندهم احتكاكات كتيره. روي فيتوريا بصراحه في موقف لا يحصد عليه، مباراه تونس طلعت مشاكل كتيره جدا، يعني اكيد لما هنقرب من كاس الامم هنتكلم عليها كتير، بس انا اعتقد ان هو ما زال لسه معاه الوقت للتصحيح والثبات على التشكيل وتحديد الفريق اللي هيعتمد عليه، وضعا في الاعتبار بصراحه بكل امانه ان يعني بعض المحترفين محتاج ان هو برضو يعني يبقى واضح معاهم في حته الاداء وموضوع الشق الدفاعي، لان انا بشوف ان الشق الدفاعي في المنتخب محتاج شغل خصوصا في اي فريق بيلعبنا على الهجمات المرتده.
طيب اذا دي كانت حلقتنا النهارده. انا بشكرك شكرا جزيلا يا احمد على وجودك معانا. شكرا جزيلا يا كريم على وجودك معانا. عايز تقول حاجه؟ لا لا. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. وطبعا الف الف مبروك، 3 نقاط جديده تضاف لنادي الاهلي في ثاني مبارياته في الدوري الممتاز. ان شاء الله يوم الجمعه القادم مباراتنا امام سيمبا التنزاني في دوري السوبر او الدوري الممتاز الافريقي. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وغدا حلقه جديده من البيت الكبير.